مناقيش بالجبنه والعسل. انا معايا 3 كوبايات من الدقيق، انا محتاجه دقيق قوي مخبوزات مكتوب عليه بيتزا او مكتوب عليه جميع الاستخدامات، المهم انه يبقى قوي علشان يطلع معانا المنقوشه كده حلوه. تمام، 3 كوبايات دقيق، عليهم رشه ملح، عليهم معلقه صغيره من الخميره ومعلقه صغيره من السكر، تمام، و3 معالق كبار من زيت الزيتون او من الزيت العادي، مفيش مشكله، انا هحط زيت عادي. تمام، وهنحط ميه دافيه للعجن علشان نعجن العجينه حلو قوي، ونسيبها طبعا تخمر وترتاح، وبعد كده بنشكلها وبنحط عليها جبنه كريمي او الجبنه المربعات. تمام، الجبنه المربعات دي برده بتبقى ظريفه جدا معاها. ونحط عسل ابيض، او ممكن بدل الجبنه نستخدم لبنه لانها بتبقى دلعه كده، يعني قابله ان احنا لما نرش عليها كده عسل ابيض تبقى المنقوشه خطيره. ان شاء الله يا رب الوصفه تعجبكم. عايزه اجيب قرمه العجين كده اهو، نوسع كده شويه. تمام، ونرش رشه، لا مش هنرش رشه، هنجيب بوله اهو، دقيق، 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشه ملح، وطبعا هنضيع الملح كده في الدقيق قبل ما نضيف الخميره والسكر عشان الملح ما يعطلش عمليه التخمير. تمام، سكر، خميره، ومعانا الزيت العادي، نحط 3 معالق كبار من الزيت. لو هنعمل المناقيش دي بقى بالجبنه والزعتر والكلام ده، ممكن نستبدل الزيت العادي، زيت الذره او عباد الشمس ده، بزيت الزيتون. تمام، ومعانا ميه، بس الميه دي سخنه قوي، ممكن استخدم ميه من هنا، بس الدورق ده ضخم قوي يا جماعه، الميه دي ضخمه. هنحط كده شويه ميه، وايه، ونعجن كده ونلم العجينه، ميه دافيه. كده تلاقوها كده بتلزق، ده حلو قوي. هنعمل ايه بقى؟ انا عايزه بس اشيل دورق الميه ده واجيب شويه دقيق هنا جنبي، احطهم على الكاونتر هنا كده، والعجينه الحلوه دي هنا كده على الكاونتر. بصوا بقى، هات لنا يا استاذ احمد لو سمحت، انا حطيت رشه دقيق والعجينه اللي بتلزق دي، ايوه، وابتدي بقى ايه، اعجن الكلام الجميل ده كده كله مع بعضه، عشان ايه، لما تتعجن حلو هتبقى خطيره. نعجن كده بايدينا، انا فردت كده شويه دقيق حلوين، وتكون العجينه بتلزق، فاهمين قصدي؟ وايه، ونروح ونيجي كده بالعجينة، هو ده كده اسمه العجن، ازاي نعجنها، نعجنها حلو كده وتروح وتيجي. يعني بصوا احنا لو كده هنبقى ايه كده، ونرجعها تاني ونوديها ونجيبها تاني، تفضلي بقى تعملي كده، ايدك مش هتوجعك والله ولا اي حاجة. ولو عندك عجان عايزة تستبدلي، يعني بدل ما تستخدمي ايدك بالعجان، مفيش مشكلة، هتفضلي تعملي كده 2 3 دقايق ولا حاجة، ونحطها في بولة ونسيبها تخمر ويتضاعف حجمها، وتبقى ايه، خطيره جاهزه على طول ان احنا نشتغل بيها. فانا هحطها هنا في البوله دي، وهجيب العجينه اللي خمرانه الحلوه اهو، تعالي يا عجينه يا حلو اهو كده، هنا اهو، تشيل البوله دي ورا كده، خمرانة وجميلة، افردها كده، كده اهو، نعملها على شكل دائرة دائرة، انا هعملها كبيرة كبيرة كده زي البيتزا،
اوريكم دلوقتي قصدي، وهجيب صينيه فرن كده، عايزه اجيب صينيه فرن وهقلب صينيه الفرن دي، هوريكم ازاي دلوقتي. يعني صينيه الفرن اهي تمام، هقلبها كده عشان ابقى شايفه المنقوشه كده قدامي وبتعامل معاها وانا واخده بالي منها. تمام، فانا قلبت الصينيه كده، هناخد كده العجينه الحلوه دي احطها كده عليها، وممكن بقى بالمقص مثلا، خد المقص الكبير احسن، نشيل الايه الزيادات دي كلها كده اهو كده اهو. المقص او بالسكينه يعني اللي عندك كده 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 اهو. بعد ما فردتها الفرده الظريفه دي، عايزه اجيب شوكه وهقعد اخرمها كده. تمام، انا بخرمها ليه كده؟ انا بخرمها علشان ما تتنفخش في الفرن. ممكن نعمل حاجه، ما تيجي نقرص العجينه دي كده من الجنب عشان يبقى شكلها حلو، نعمل لها حرف كده عشان تبقى شكلها امور، عشان برضو ما تكبرش معانا وتبقلل قوي. بس كده، هو بشكلها الظريف ده هتبقى منقوشه لذيذه جدا اهو. تمام، هندخلها الفرن على هذا الشكل الظريف، درجه حراره 200 او ممكن اعلى كمان. هي عجينة بسيطة جدا في الرف اللي في النص، نركز معاها تقريبا 10 دقايق بالكتير، هتاخد وش جميل ونلاقيها من تحت استوت، وهيبقى سهل علينا بقى نتابع التسوية بتاعتها، لان هي على يعني على الحرف اهو، مش جوه الصينية، لا هي هقدر ايه اتابع من تحت انها استوت ولا لا، وممكن باي بتاعة تقطيع ديت اللي هي سكينة تقطيع ولا حاجة ارفع اتأكد ان العجينة من تحت استوت، هبقى مطمنة هخرجها على طول. وهي سخنة بقى هنشوف مع بعض، هنفرد لها الجبنة او اللبنة ونحط العسل الابيض، حطها على طول في الطبق كده اهو. بس كده، بصوا تحفة تحفة فظيعة. هنا بقى معانا الجبنة زي ما اتفقنا، احنا ممكن نحط الجبنة اللي هي كريمي تمام، او ممكن نحط الجبنة المربعات. عايزين نفرد كده الجبنة زليه هي زي يبقى شكلها حلو. بس كده، ومعانا بقى العسل الابيض الظريف جدا، نحط بقى كده ايه، عايزين تحطوا بقى اي مكسرات ممكن، عايزين تسيبوها بس كده مفيش مشكلة. بس خلاص، شكرا.